كتاب الترقل ليه بثلاثة مباريات مع الكبار في هالمرحلة الأولى من البطولة. طلع البارح السياسيس نقطة ثمينة في ملعب رادس ضد بطل الخريف ترجيريان، نقطة أبقت على بصيص من التشويق في مسار البطولة في هذا الموسم الكروي. طرح البارح كانت مباراة تكتيكية غلبت عليها الصراعات الثنائية الثلاثية والرباعية في كل مربع من الميدان اللي تحول بالحق لرقعة بتاع شطرنج. رينا صراع رباعي في وسط الميدان بين كوليبالي كوم من جهة الأحمر والأصفر وسكري العواضي من جهة السياسيس. السياسيس بشوات وندوي ضغطوا على جهة اليمين تاع ترجي وين متواجد الشعليلي في بوست مش مسانس بيه واللي خليه ياخذ ورقة صفرة وما يكونش بعيد على الثانية. وخليه زادة يتسبب في ورقة صفرة أخرى الحارس والجمل واللي ربما كانت نتائجها تكون أوخم. الترجي بالروج البوليفالون وخاصة بالعقد الهداف الخنيسي ركزوا على لاكس تاع سي اس اس وين بداو بن صالح وعمامو قبل ما يرجع مرياح مع هاني في الدوزياميتو. تعرضت لنزلة برد قوية، مشيت حتى على معناتها على مشيت حتى المساحة عملت سيروم عملت زرارق. رجعت اليوم حبيت نعاون الحمد لله يا ربي كو لعبت ميطان وخرجت يعطي مساحة الأولاد ما قصروش. الماتش بدايته كانت واعدة إلى أقصى حد وما استنينا كان 30 ثانية باش شفنا أول أكسيون ترجي عن طريق الخنيسي اللي حط الكرة جانبية. بعدها ولات فرصة بفرصة، سكريم السياسيسي يجرب من بعيد، محمود بن صالح يخرج الكرة من قدام الخنيسي، في العشرين علي الجمل يشد كرة مرياح قبل ما يغلط أنيس البدري في الكنترول في الدقيقة 30 ويضيع فرصة الهدف الأول. بعد هالفرصة كرة تحصلت في وسط الميدان قبل ما يعاود الترجي يضغط، وفي الدقيقة 39 أكسيون على طريقة البلاي ستيشن، كرة تخرج من سيسي في وسط الميدان، الروج بظهره يعمل رميز والخنيسي قريب من الهدف الأول لولا تدخل الجريدي اللي أربع دقائق من بعد ما نجم يعمل حتى شيء باش يمنع فخر الدين بن يوسف من تسجيل الهدف الأول. بعد كرة خرجت من سيسي للبدري باش توصل لشمام اللي يحط الكرة على راس مهاجم الرواق واللي في الأكسيون هذه يلقى روحه في الموقع راس حرب. الشوط الثاني بدا كما الاول ونفس اغلاط محور السي اس اس تخلي الخنيسي قريب من تضعيف النتيجه في ثلاثه مناسبات، اما في كل مره يلقى قدامه رجل المباراه رامي جريدي. بدايه من الساعه لعب النادي الصفاقسي قدم الهجوم، لكن بالرغم من كل الكرات الثابته المتاحه ليه ما نجمش يغير في النتيجه، وكان ممكن يقبل الهدف الثاني لولا مرة أخرى رجل المباراة رامي جريدي اللي خلى أصحابه في الطرح بعد ما فسخ كرة البدري في الدقيقة 70. On a eu les occasions pour marquer, on les a pas mis au fond. Voilà, on a fait un bon match dans l'ensemble. بداية من الدقيقة 80 سيسيس يرجع للهجوم ورينا أول كرة مخدومة في المباراة للكحل والأبيض. سكري على اليمين، العواضي يعمل الرولي والمرزوق يحط الكرة فوق المرمى. ثلاثة دقائق من بعد كامروني فرانك كوم يغلط ويخسر كرة في وسط الميدان ويصلحها بغلطة أخرى ويعطي كفرون للسي اس اس واللي لأول مرة منذ بداية اللقاء يتولى تنفيذها حمزة المثلوثي عوضا على حسام الواتي اللي مازال كيف خرج، والعواضي طليق المرة هذه من كل رقابة يحط الكرة في الشبكة ويعلن على هدف التعادل. في الكرة مش 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 البلارات الكل باش تماركي، ليسونسيال تستغل فرصة، الحمد لله استغليناها استغلينا فرصة اللي هي البلاريتي، مزاد برشا خدمة قدامنا، إن شاء الله قدم خير إن شاء الله. نحكي بيناتنا في الفيستير مانيش نقول شكون المركاج معناتها كي نغلطوا نحن نغلطوا الكل مع بعضنا، ما فماش واحد ولا زوز بالذات باش نلوموا عليهم على بونتو. كما قلت لك خدمنا بورتون خدمنا البلاريتي ديفونسيف، قبلنا بونتو على غالبة. آخر المباراة كنت عبارة على محاولات منفردة. نادي صفاقسي حاول أكثر أنه يحافظ على النتيجة. خدمنا تعبنا
الحمد لله وفقنا ربي وفقنا ربي في الماتش الحمد لله. نقطة مش خايبة برشا خاصة ضد جمهور كما ضد جمعية كما الترجي. أنا الحمد لله يا ربي يا ربي وفقنا بهدف تعادل كنا نجم نقدموا الطرح. ما علينا كان نزيدوا نطوروا مستوانا، ما علينا كان نبنيوا على الزميتو اللي عملناه ضد الاسبيرونس. إن شاء الله جاي خير السيرة إن شاء الله. في حين أنه التعادل ما فرحش برشا جمهور الترجي اللي عبرت عن غضبها وعدم رضاها على ملاعبيتها ومدربها، رغم أنه الترجي البارح واصل تصدر البطولة وخلى منافسه بعيد عليه 5 نقاط. عندهم الحق يتغشم علينا جمهور الاسبيرونس. نحن في رادس تعودين ما نساوموش معناها في 3 بوان كل سوا ليكيب.